كل مبدع تحسه يبدا وحده، الشاعر يبدا وحده، الملحن يبدا وحده، المغني كيف كيف، ما ثماش اللمه اللي تجمعها مع بعضهم وينجم تثمر عمل فني. مثلا عاش تو مصباح نعرفه يغني صحيح وهو في نفس الوقت ملحن، انت شاعر فصيح، سي الغزال شاعر شعبي، ما نعرفش علاش اللمات هذه ما ثماش، علاش ما تتاسسش يعني تعود تصير. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، صح شربتكم، حلقة أخرى من برنامج رمضان كريم تجيكم اليوم من ولاية سيدي بوزيد. محتوى برنامجنا اليوم أكيد باش يكون في علاقة بشهر رمضان، ولكن بطعم فيه البعد الثقافي أو الطعم الثقافي الأدبي والإبداعي. نحن اليوم في ضيافة شاعر تونسي تعرف خاصة بعد ثورة تونسية. مباشرة نعرفكم بضيوفنا الكرام، ضيفنا الرئيسي محمد الجلالي. مرحبا بك سي محمد. ضيفنا الثاني سي شاعر المزونة محمد غزال الكثيري. مرحبا بك. ممنونين بالدعوة خاصة في دار الأستاذ الفاضل القاضي المحامي الشاعر أستاذ محمد الجلالي. شكرا. ضيفنا العربي نصيري الفنان ابن سيدي بوزيد العربي نصيري، وضيفنا أيضا الفنان مصباح البوزيدي. أحلى لمة. شكرا، بارك الله فيكم. ندخل مباشرة في برنامج أستاذ. برنامج رمضان كريم من سيدي بوزيد، به رمضان شو يعني للأستاذ؟ رمضان يعني ثم ناحية إيمانية، رمضان يعني عبادة يقوم بها المؤمن تقربا إلى الله، لكن ما نريد أن نؤكد عليه هو رمضان المعرفة. يجب أن ندخل هذه المسألة في الإدراكات، على مستوى الإدراك المعرفي رمضان هو محاولة بالرقي بالسمو بالنفس فوق مستوى الطين، فوق مستوى الحواس، والدفع بها إلى أقصى مدى. ورمضان أيضا محاولة لتنظيم حركة المجتمع وإثبات إمكانية ضبط هذه الحركة في أدق مراحلها، وهو الامتناع عن الأكل في وقت واحد، والتنظيم هذا الناس تأكل في لحظة، الناس تقلع عن الطعام في وقت واحد. هذه لكن عادة نحن نمارسها في حالة من غياب الوعي، نمارسها وراثيا، نمارسها كعادة، لكن لو تدخل في إطار حركة الوعي تصبح هذه الأمة أمة حقيقة جديرة بأن تكون أمة متقدمة. شكرا يا أستاذ. سي غزال الكثيري، أنت ابن المزونة، ومعروف المزونة يعني فيها برشا شعراء خاصة في الشعر الشعبي، شنو السر هذا؟ مادام بدينا بالشعر، ثم بيت قديم على رمضان يقول: رمضان يمشي والفطار يجينا، ويحليل من يفطر يغردينا. وهنا رمضان هو تعود الإنسان على الثبات، على الصبر، على معنى الجوع، حتى ربما يحس معاناة الآخر الفقير المحتاج. رمضان هو شهر اللمة، شهر التزاور، ربما قساوة بقية الأشهر أو بقية الأيام تخلي الإنسان ربما ينسى بعض الشيء، قريبة، أهله، والديه، ربما تبعد عليهم ظروف العمل. في رمضان على كل حال شهر التسامح، شهر التحابب، يولي تتزاور الناس والأقارب والأخوة والأهل، يقرب اللحمة أكثر، العائلية، وصلة الرحم تكون فعلا فيه معناها ظاهرة للعيان ومترجمة على أرض الواقع. باهي، شنو تنجم تسمعنا على التسامح والتلاقي في رمضان؟ طبعا هو التسامح جاءت به الأديان كل،
يقول الإنجيل والتوراة والقرآن في النص في الآيات في الأسفار بروح التسامح بشرت الأديان والناس ولدت في الحياة أحرار ولوم السماحة ما بين الإنسان حضارات رغم الحقد والدمار ولوم التسامح ما تبدل شان ولا كان ربي الذنبنا غفار ولوم السماحة ما نبض وجدان ولا كتب شاعر في الحبيب أشعار ولوم السماحة ما زهدت أوطان ولا تمتع بنوارها لجوار وأصل التسامح مغفرة وحنان عفو ومحبة وصبر وقت دار الكل نرجع لآدم الكل إخوان وبعطف حواء نواصل المشوار كون في مكانك كون مهما كان في الوسط في اليمين في اليسار كون في مكانك كون مهما كان في الوسط في اليمين في اليسار لونك يضيف الطيف في الألوان البستان جنة والربيع أزهار كون حضن أم الولدها تطمان الدفيه يحميها من الغدار كون وين ما تبغي عطاء وحسان ولا تكون باغي الباغيين أشرار. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. ما جاوبنيش على سؤالي، قلت لك المزونة معروفة بغزار شعراها في الشعر، يعني الشعر الشعبي، شنو السر؟ السر أولا هو نتصور حاجتين. الحاجة الأولى هو أن موروث سلالة تاع علماء لسيدي مهذب أبو علام الشريف، هو رجل علم، والعلم يعني كان رجل العلم تلقاه متكون في الموسيقى في الشعر، يعني رجل متكامل. هذه النقطة، بالتالي سلالة أدب. والنقطة الثانية ربما قساوة المناخ، ناس نسكنوا ما بين السبخة والجبل ومعاناة الحياة، ولدت الشعر والشعراء في المزونة يسرين مرورا من أولاد بوزيان إلى الحاج عبد السلام المصوري إلى المرحوم الشاهد الأبيض. ونتذكر لبيت يحكي على الباهي والخايب، يقول ثم جنس ما تسمعش منه المرة وثم جنس قربة يزيد كان مضرة، ثم جنس جنسه طيب يشبه بعيد ما هوش شبه قريب، وثم جنس كي عظم الحنش يعيب غرار واليقرب قداه يغرى. يعني هي موروث شعراء إلى وصولا إلى الأخوة المولدي هضب لازهر بالوافي والعبد ولله، والشعراء شباب محمد النوري ومحسن الكثيري، والشعراء المزونة يسرين اللي مش معروفين واللي ما يقولش الشعر هو يذوقها مرأة ولا رجل. شكرا سي غزال. العربي نصيري فنان، شنو تنجم سمعنا بمناسبة قريب، يعني نحن في العشر الأواخر من شهر رمضان، شنو تنجم سمعنا؟ والله حتى مجز من غنية صغيرة رضا والنور. هاي تفضل. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور، الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور، أنا للغريب أن يرى حما يومه القريب شاطئ الحياة، أنا للغريب أن يرى حما يومه القريب شاطئ الحياة، والمناقط في السماء تطوب، انقروا الدفوف انقروا الدفوف. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. عربي عربي باعتبار تخدمه في الحفلات الخاصة، تذكر بكري في سيدي بوزيد خاصة كانت في الساحات العامة تصير حفلات، كنت تحكينا على شوية تفاصيل في طفولتك وقت اللي كنا صغار. والله نتذكر أنا وأنا صغير، معناتها قبل كانوا ثم في إطار تنشيط الأحياء كانوا يجيبوننا شريط سينمائي
ويعرضوه اون بلانير معناتها وتلموا معناتها الجيران كل صغير وكبير الناس كلها اللي يبدو نبدو قاعدين على القاعه واللي كريز اللي عنده كرسي جيبهم بالدار والناس كل تبدا يبدا الحدث هذاك حاجه معناتها واحنا صغار نشوفوا له حاجه كبيره برشا وفرحه ما توصفش خاصه في شهر سيدي رمضان. ومعناتها هذه من الاشياء اللي كانت في معناتها في رمضان ما قبل فهمني. شكرا استاذنا. نحبك تتفاعل معنا ما تبقاش ساكت. سمعنا حاجه عطاير مش بالضروره في علاقه بشهر رمضان، مثلا سمعنا حاجه يمكن ترتحلها ولا حاجه جديده مؤخرا كتبتها يعني. والله انت فاجاتني. الحب يحبل بالصباح حضاره، الحب يحبل بالصباح حضارة، والجدب أورق والعماء تبصرا، بالحب نصنع ما نريد ونشتهي، والحقد يعجز أن يقيم حواضرا، والحب أنسام يذيب رحيقها مدن التعصب والعداء المغرى. في شرعه لا لون معتبر ولا لغة تعطله ولا ما يفترى، قد يعشق الزنجي قلب صبيحة وتهيم شقراء بمثلك أصمرا، والعرق والأنساب أصل خرافة والفارق الطبقي مات فأقبرا. الحب ديني يا رفيقتي في الهوى، والعشق خمري في المفاصل قد سرى، أحببت كل الخلق عشق موله ونسيتني بين التعطش والعرى، ومشيت في الأسواق طفلا حافيا وأضعت نفسي في الزحام تسترا، أثبتني بالحب حين نفيتني، أثبتني بالحب حين نفيتني، كل أنا والكون في تصورا. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة أستاذ. مصباح البوزيدي، فنان مصباح البوزيدي هو فنان معروف في سيدي بوزيد، خاصة معروف حتى في برشا جهات من الجمهورية. سهراتكم الفنية يعني سهرات بصفة بصورة عامة يعني نفس النسق قبل شهر رمضان ولا في رمضان عندكم نسق ولا ترتاحوا في رمضان؟ شنو بالضبط يعني سهرتكم الفنية كيفاش تصير؟ بالطبيعة احنا نخدموا قبل رمضان، وبالطبيعة يوقع سكال في رمضان خاطر ما عندناش انا برشا حفلات فهمت، وبعد رمضان نرجع معناها نخدموا، عندنا شوية عروض مهرجانات وشوية حفلات خاصة. في رمضان يعني راحة كلية ولا عندكم مرات تخدموا؟ شوية مش برشا. ايه مش برشا. ايه أكثر يعني تأخذوا استراحة أكثر معنا. بالطبيعة استراحة أكثر أي. به سي غزال شنو جيت سمعنا تو؟ بحكم أن احنا في رمضان نتاع الوالدين نتاع الوالدين كنا نحكوا أن رمضان الواحد البعيد يروح، خاصة احنا على أبواب عيد واللي كان يخدم بعيد يروح لوالديه. هدية إلى كل الأباء والأمهات في الجمهورية التونسية ولا كل من يتابع في هذا البرنامج ضمن القناة الثانية. نحن على أبواب عيد. والديك لخلت الصحة بيهم وصيف الصيف عليهم، مهما قساك الوقت ما تقسيهم، مهما قست ظروفك وعبوا المآسي خواطرك ودفوفك، باريك لدنس بياض كفوفك بخط حبر أسود زل في دوسيهم دون الظنو، ما ينفعك معروفك البر تفك ديذف قدت هبر ريهم، البر هم أصلا وهم شهور العام هم فصلة، هم حجتك هم عمرتك والخصلة، زمزم وما هي الحلو فحفانيهم، هم جنتك هم نار فيها تصلة، إذا قلت أف الطيح في دعويهم، الله بهم وصى مدخل الجنة لدار فيهم غصة، ومن خاب ما بين النواصي نصة، والديه في دار الحياة يعصيهم ومن طاعهم يخضر زي الفصة، غصانة شهيل العصر ما يهبيهم، مهما قساك زمانك ومهما بعد من المكان مكانك، وياك يغفل على حنان حنانك، يضيع في الزحام اللهو وتجا فيهم طير ما بغيب، حافظ على جنحانك واخفض جناح الذل في مراضيهم، باباك لجلك ضحى على صحتك راهن وباع الصحة، إذا ما كفاك وغطاك جرد نحى جنابك يخاف من الهوى يهويهم، يحميك من صقع شتي والكحة، خطاوي الحفي ما يطيق شي تمشيهم، يطيق الحفيفة قدامة ويعفس على شوك الزمان الضامة، تمر الحياة
وتمر مر أيام في شان تصبح سيد وتواسيهم. أنت الأمل، أنت الرجاء وأحلام، واخذ الألم اللي يلمسك يدميهم. أنت الزرع وأنت الثمرة، ولحد غيره يبيع لجلك عمره ليضيق ويطيق الجحيم وجمره. ليالي هناك بغصطة يشريهم، أنت رفيق في ليل الظلام قمره، مجرى حنان النبع في وديهم. ما ثم غيره هو عنق ساوى في بحر في صوة من أجل قوتك، هد كل القوة جرعات مر العلق ما يعديهم، ويدعيك بالعمر السعيد وجوة فوقات فرضة وقت ما يصليهم. طول الحياة يدعي لك فايز على أكثر ضرر يجيلك، يحس الألم يخفيه ما يشكيلك، ولا تصبط لحظات المرض يبكيهم. أي صاحبي والديك هم حيلك، يزول همهم في وقت ما تناجيهم. والديك أصل نباتك وجودك واسمك ثروتك وثباتك، أمك بعفة طهرة حملاتك 9 شهور تمام نشأك فيهم، بفرحة أمل للحال ما استناتك، لحظة وصولك فرحتك تغنيهم. لحظة وصولك فرحة تنسي الحنينة في المخض وجرحة، عيون حنها تدفق صفة منشرحة، اللي بصدرها سباب الحياة يحميهم، وحضن الدفي بحبك يشيد فرحة، وأول حروف النطق تسميهم. بحر الحنانة أمك، أول وآخر ما تلذذ فمك، وأول شذا كون حواسس شمك، مجاري اللبن بعطفها تجريهم، بلا بيه تتعطل مسالك دمك، شهور لقماطة تموت في قماطيهم. كل أم كيف البابا، الاثنين عنولك الصغرى تعابة، فنو عمرهم ما تمتعوا بشبابة، هزوه ثقلك حط فركة بيهم، رموك في صميم القلب، رموك في صميم القلب بين أجنابة، يجيك عيب في مأوى العجز ترميهم، يجيك عيب ما تصبر له، ثقل اللي هزوا الثقل تتنكر له، من لاحهم لأيام ما تنور له، مهما زهو لحظات بثوانيهم، لله يرضى عليه لا يغفر له، ولا مزارعة تثمر ولا يسعيهم. القصيد طويل وطويل جدا، اخترت من هذه بعض الأبيات. أعطيك الصحة، ممتاز جدا. شنو رأيك في القصيد أستاذ؟ ممتازة، معلقة جميلة، ممتازة جدا. معلقة أي كان يعني معلقة ممتازة جدا يعني. بارك الله فيك. معنى ولفظا وصياغة. شكرا. باهي مصباح البوزيدي كان تأخذ الميكروفون. عندك حاجة جديدة في بالي تحضر فيها، نجم نسمع منها مقطع ولا اثنين مثالش؟ انشود اي اي مثال شيء نسمع منها كان ممكن. صلي وسلم كيما صلى ربي وملايكته عليه، ذكر اسمه الغمة تتجلى يصفى القلب من اللي فيه. صلي وسلم كيما صلى ربي وملايكته عليه، ذكر اسمه الغمة تتجلى يصفى القلب من اللي فيه. علمنا الأخلاق ما خلى في القلب مرض ولا علا، علمنا الأخلاق ما خلى في القلب مرض ولا علا، كل مريض يداوي كل مريض يداوي، هو النبي محمد، هو النبي محمد، هو النبي محمد، عشق النبي محلى. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. مصباح المزيدي. أستاذنا وحبيبنا سي محمد الجلالي، أعطينا طرفة ولا نكتة في بمناسبة شهر رمضان. يعني أنت دائما تحرج، يعني ضروري هو. الدولة الفاطمية لما انتقلت من تونس إلى مصر، فكانوا يراقبون الهلال، يعني طلوع الهلال الإفطار، كما نحن إن شاء الله نراقبه بعد يومين، فيطلعوا فوق جبل المقطم على القاهرة ويراقبوا. فالشباب اللي لاحظوا الهلال عادة تسند إليهم جوائز، وفيهم حتى اللي زوجوهم، فيراقبوا في الهلال، فالشباب يترزوا في الهلال، خاصة الشباب صاحب البصر الحاد. في شاب قال أنا شفت الهلال. قوة طبعا فيه قاضي قضاة وفيه رئيس المحلة ورئيس الجيش، فيزموا يثبتوا الخبر من شاهدين قوي يتسنوا حتى. فأصحابه قالوا له صح عليك، أنت اليوم كيفت أمورك شيخ يعني باش تتزوج وكذا. لا قال لهم استنوا استنوا، هاو فيه هلال آخر.
شكرا استاذ. شكرا بارك الله فيك استاذ. ثم موضوع مهم استاذ، ما نعرفش تحس تفقدت الصالونات الثقافيه، يعني توا كل مبدع تحسه يبدع وحده، الشاعر يبدع وحده، الملحن يبدع وحده، المغني كيف كيف، ما ثماش كلمه اللي تجمعها مع بعضهم وينجم تثمر عمل فني مثلا. عشتو مصباح نعرف يغني صحيح وهو في نفس الوقت ملحن، انت شاعر فصيح، سي الغزال شاعر شعبي، ما نعرفش علاش اللمات هذه ما ثماش، علاش ما تتاسسش يعني تعود تصير يعني بصفه متواتره، معناها تصير لمات ما بين الفنانين في بعضهم. يا ولما تخلقها الظروف طبيعيه، مثلا هو فنان في سيدي بوزيد، أنا شاعر في مازونة، يعني الظرف الطبيعي هنا غير ممكن أنا باش تخلينا مثلا نتواصل تاع اللمات العادية لأن يثمر عمل مثلا. يعني هو لا حتى في نفس المدينة مثلا احنا مثلا عندنا بعض شباب فمن خذول الاستاذية معنا عملوا على خاصة على الموروث الشاهد الأبيض، وعندنا شباب يعزف على العود تبارك الله، وتحدثنا في الشيء هذا يا ودي لو كنا نتقاربوا مع بعضنا، لأن جماعة تحت السور وقت يتلمدوا الشاعر والملحن والمغني أبدعوا صليحة خلقت من جماعة تحت السور. أم كلثوم معناها العبقرية تاع الكلمة واللحن والصوت، لأن مجموعة تلاقت مع بعضها. إن شاء الله ربما ننسوا على منوال الخدمة ولما لا نعاودوا معناها نجددوا الحاجه اللي هي كانت ناجحه تاكلها وناجحه. خاطر نجم الشاعر يكتب، الملحن ربما ما يحسش الصوره يكتب من اجل الشاعر، والمؤدي ربما يؤديها صوتا ولكن ما يعيشهاش، لان هنا ربما هذاك علاش. وثم مادام انت حليت الباب هذايا، ان الاغنيه التونسيه للاسف انا نعرف حسب رايي ربما يكون غلط فيه، ليس لها هويه، ما ثمش هويه في الاغنيه التونسيه. قد تسمع مثلا في الموسيقى انت في مذياع تمشي في سيارتك على المذياع، المقدم الموسيقي تقول هذا فنان ليبي او فنان خليجي او مثلا جزائري او مغربي، في تونس ما تحسش انه هذا باش يغني تونسي او كذا. وربما يكون غلط في رايي، ماذا حسب هو بطبيعه الحال. مصباح ولا العربي، ناخذ العربي مسيرش، يعني نتصور تلاقح ما بين يعني بالمواهب الشاعر والملحن والكاتب، يعني الكاتب الكلمات والملحن والمغني، وقت اللي تصير اللمات بين بعضهم تصور تثمر عمل ينجم يكون ناجح. علاش 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 كل واحد عايش وحده تحسه؟ بالطبيعه هو العمل باش يكون العمل ثري ويكون عنده بصمه لازم يطلب وجود الفنان والشاعر والملحن. انا صارت لي مره ومشيت لمصر وتقابلت مع الاستاذ حميد الشاعري، وكانت طريقه العمل لك يقترح يجيب الموضوع ويقترح على الموجودين معاه اصحابه من فنانين من كذا باش يعملوا عمل، يكونوا خليه نتاع عمل ويخرجوا بانتاج نتصور هكا احسن. فهمتني؟ التعاون ما بين الفنان والشاعر والملحن نصورها تثمر حاجه بيه. فهمتني؟ بارك الله فيكم، داهمنا الوقت. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله نكون خفاف ظل عليكم في الحلقة هذه. نحب بالمناسبة هذه نشكر ضيوفي اللي حضروا معنا في الحصة، سي غزال الكثيري اللي جانا خصيصا من المزونة، بارك الله فيك سي غزال. ضيفنا الرئيسي سي محمد الجلالي، بارك الله فيك على حسن الضيافة. العربي نصيري فنان كيف كيف، بارك الله فيك. ومصباح البوزيدي، نحب نشكر زميلي وخويا شكري فرحان الكاميرامان. بابقى لي توا كان باش نقول لكم تصبح على خير، كل عام وانتم حيين بخير بمناسبه رمضان، باش نخلي المصدح الاستاذ باش يعطينا كلمات نختموا بها الحلقه. اي كلمات تشوفها انت بمناسبه شهر رمضان، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، تفضل استاذ. هو الحب طريق فاسلكوه، هو الحب رداء فالبسوه، يحيد الموت عنكم والفناء، وتأتكم نجوم الليل سعيا، وتحبل بالتوائم كل أنثى بأرض العشق في الزمن الوليد. هذه وصيتي فاحفظوها، شهيد العشق إني بأرض معطلة النشيد، بأرض معطلة النشيد. شكرا.